بسم الله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تقدم الكلام إجمالا على مضمون هذه الآية الكريمة وأنها من أعظم آيات الكتاب الكريم لما اشتملت عليه من مهام التعاليم الإسلامية، وكما قال القرطبي إن كل مسألة فيها حرية بكتاب مستقل. ونبهنا على ما يقوله العلماء في بيان نسق موضوعاتها، حيث استهلت بأنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأن الجهات من حيث هي الجهات الأربع سواء، ولله المشرق والمغرب، حيثما أينما تولوا فثم وجه الله. ولكن البر الإيمان، التصديق، الامتثال، الطاعة. ولكن البر حصر في الآتي: من آمن بالله. وبدأ هنا بالإيمان بالله لأنه الأصل ومنه منطلق جميع الأعمال، واليوم الآخر لأنه الإيمان باليوم الآخر هو الباعث على فعل الخير رجاء الثواب وعلى ترك الشر مخافة العقاب، لأن ذلك كله يكون يوم الدين، أي اليوم الآخر. ثم جاء بعد ذلك الإيمان بالملائكة، ثم بالكتاب، ثم بالنبيين. وقدم الملائكة لأن الملائكة هم الذين يبعثهم الله بالوحي، ومن الوحي يكون الكتاب، والوحي بالكتاب يكون إلى النبيين، وهذا ترتيب طبيعي في غاية الإعجاز. ثم انتقل إلى موضوع المال، والمال صنو النفس، وهو متعادل مع الولد كما قدمنا في الخير وفي الشر، يتعادل المال والولد. وقدم في إيتاء المال أولا وقبل كل شيء ذوي القربى، لأن القريب أولى وأحرى بالتعاطف معه. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على الغريب صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة، أي تضاعف فيها الأجر. وفي الصدقة على القريب أو إتيان المال لذوي القربى فيه تقوية وشائج الرحم، وفيه تقوية الأواصر في الأسرة. وهكذا بكل أفعال الخير يبدأ بذوي القربى. ثم عقب بعد ذوي القربى لمكانتهم بأشد الأصناف احتياجا: اليتامى، لأن اليتيم منكسر الجناح، فقد أعز ما يكون إليه ولن يعوض عنه ولو بالدنيا بما فيها، فيحتاج إلى من يجبر كسره، وإلى من يستلطف معه في نفسه، وإلى من يلطفه ويتلطف معه في حياته. ولذا لما شكى رجل قسوة قلبه حثه صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى أن يمسح رأس اليتيم. وقد أخذ اليتيم حيزا في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية الشيء الكثير. ويكفي من العناية باليتيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين.
ويشير بالسبابة والوسطى من أصابعه. والفرق بين السبابة والوسطى شيء بسيط جدا، الوسطى تزيد عن السبابة في الطول قليلا أو في تلاحمهما وتقاربهما. ثم أشرنا بأن يتيم اليوم كافل أيتام الغد، فكما تكفل يتيما اليوم قد يشب هذا اليتيم وتترك أنت أيتاما ويكفلهم اليتيم، وكما تدين تدان. ذوي القربى واليتامى والمساكين والمسكين كما تقدم يشمل معه الفقير، والفقير لو ذكر وحده يشمل معه المسكين كما في حديث معاذ: خذ فإنهم أطاعوك لذلك فأمرهم أو فأخبرهم بأن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم فترد على أغنيائهم. فكلمة على فقرائهم تشمل معها مساكينهم. وعند التفريق حينما يذكر الفقير والمسكين معا ينبه الفقهاء على أن الفقير أشد حاجة، لأن الفقير من لم يجد ولا شيء، والمسكين قد يجد بعض الشيء ولكن لا يكفي لحاجته، مستدلين بقصة الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في أمر السفينة في قوله سبحانه: فكانت لمساكين يعملون في البحر. وابن السبيل هو الغريب المنقطع في طريقه وفي سفره، وهنا نجد محاسن الإسلام التي لم يسبق إليها. غريب منقطع مر بقرية لا قريبة ولا حميمة ولا صديقة ولا أحد له فيها ولا يعرفه أحد، إنما ابن السبيل نسب إلى الطريق لأن الطريق التي لفظته إلينا، من فين جاء ما ندري عنه، فيجعل له حقا في أموال المسلمين. لماذا؟ بأي صلة؟ بقبيلة ولا بجنس ولا بوطن؟ لا والله، إنما هو بأخوة الإسلام. فابن السبيل له حق ولو كان غنيا في بلده، فهذا هو ما يمليه الإسلام في تعاطف المسلمين وفي ترابطهم. حتى قالوا: لو أخذ من سهم الزكاة المذكور في إنما الصدقات للفقراء والمسكين إلى آخره، وابن السبيل لو أخذ من فرض الزكاة ما يوصله إلى بلده وقدر على نفسه مما قدر له وزاد في يده شيء، هل يرده لغناه في بلده أو يكون قد امتلكه لأنه أخذه حين أخذه وهو متصف بوصف استحقاق فيكون أخذه بحق فيكون قد تملك ولا يرد شيئا؟ يهمنا في هذا النسق. فذوي القربى أشد حاجة أو أقوى ارتباط بينك وبينهم، اليتيم أضعف الأصناف ويحتاج إلى مواساة، المسكين لا حاجة ما عنده أو يحتاج إلى من يؤازره ويساعده، واليتيم أشد حاجة من المسكين، والمسكين أضعف أحسن حالا من اليتيم. ثم يأتي ابن السبيل قد يكون محتاجا، وكم من مسافر لا يحتاج من الناس شيء، يركب سيارته من الخليج إلى البحر الأحمر ويمضي في يقطع الجزيرة عرضا أو طولا، قد يسافر من الجزيرة من جدة من المدينة إلى إسطنبول ولا يحتاج شيء، سيارته طعامه فلوسه معه. إذن ابن السبيل أحسنهم حالا جميعا. وابن السبيل وإيه؟ والسائلين، لأن السائل قد يسأل عن حاجة وقد يسأل تغنيا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم وزجر: من سأل وعنده أوقية لقي الله وليس في وجهه مزقة لحم، إلى آخر الأمر. ويأتي بعد ذلك: وقفنا عند هذا الموضع وهو حق السائل، وبقي عندنا وفي إيش؟ الرقاب. الرقاب، الرقاب جمع رقبة، وهو العضو من الإنسان الذي يحمل الرأس، ولكن كما يقال يطلق البعض ويراد الكل، فالمراد الإنسان بكامله وفي عتقه إذا كان أسيرا أو في فكه إذا كان مكاتبا. وإطلاق البعض وإرادة الكل
كما يقولون أرسل الأمير عيونا له، عيون جمع عين، وإنما هو أرسل أشخاصا يمشون على أقدامهم. وعند علماء البيان إطلاق البعض وإرادة الكل، ما كل بعض يأتي في محل الآخر، بل البعض الذي له أهمية، لأن الذي يستقصي أخبار العدو ويأتي بها إلى قائده إنما هو بعضو العين ينظر ويتطلع ويرجع ويخبر، لا باليد ولا بالرجل. وهنا وفي الرقاب، الرقبة هي عنصر حياة الإنسان وهي قوامه حامل لرأسه. وفي الرقاب نتأمل يا إخوان موقف الإسلام من الرق، فهذا مملوك، والمملوك هو حقيقة أو حقيقة الرق في الإسلام، لا باب ولا مدخل ولا استرقاق لإنسان إلا إذا كان كافرا ونصب العداء للمسلمين ووقف يقاتلهم وأخذ أسيرا في المعركة. أما كافر لم يقاتل، كافر لم يعاند، فلا يحق للمسلمين أن يأخذوه أسيرا. كافر مسالم، كافر يدفع الجزية، أصبح له عهد أمان، فلا طريق إلى رق في نظر الإسلام إلا إذا كان كافرا معاندا للإسلام، أعلن الحرب، وقف أمام المسلمين في معركة قتالية فأخذ أسيرا. هذا الذي للإمام حق في قتله، إما أن يمن عليه، إما أن يسرقه، وكل هذا من أحكام الإسلام، وللإمام الخيار في أمره. فهذا الأسير أو فهذا المملوك حينما أخذ أسيرا قسم على الغزاة، قد يختار أو قد يقع في سهم الغازي جارية، غلاما، فرسا، بعيرا، نقودا، لباسا، بحسب الغنائم يقسمها القائد أو ولي الأمر. فإذا دخل أسير في ذمة إنسان أصبح ملك يده وأصبح رقيقا عنده. هذا الرقيق من حقه، بل حث الإسلام على العمل على تحريره، سواء اشترى نفسه فكاتب سيده فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أو أن سيده أعتقه تبرعا، وجاء الحث في ذلك من أعتق عبدا له أو مملوكا أو رقيقا عتق به من النار، كل عضو بعضو، اليد باليد والعين بالعين حتى الفرج بالفرج. وجاء الإسلام وأوجب عتق الرقاب في أمور عديدة، الكفارات، من أفطر في نهار رمضان سواء بجماع أو بطعام على خلاف في ذلك، أول شيء عتق رقبة، بعد ذلك صيام، من ظاهر من زوجته فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهكذا يجعل الإسلام كفارات بعض الأمور، أولها يبتدي بعتق رقبة. لماذا؟ لأنه يريد أن يعتق ويحرر تلك الرقاب. وبهذا يا أخوان وبإيجاز يعلم الجميع بأن كل متشف للإسلام ومشكك للعامة أو أشباه العامة فيما يتعلق بحكمة الإسلام في الرق أنه متجنن وجاهل، والذي يصيغ السمع إليه أشد جهالة منه، لأنه مسلم وعنده تعاليم الإسلام. الإسلام لم يوجب الرق ابتداء، ولكن الذي حمل السيف في وجه الإسلام والمسلمين يحارب من هذا؟ يحارب الناس ولا يحارب رب الإسلام؟ جاوب يا جماعة، يحارب رب الإسلام، لأن الذين يقاتلون للإسلام ما هو دين أبوهم ولا هو ملكهم ولا هو لمنفعتهم الخاصة، وعمر المسلمين ما قاتلوا ليستعمروا بلدا ولا ليستحلوا أرضا، لا والله، بل يبدأون أعلمهم بأنهم
أولا ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوا لذلك فهم إخوانكم، لكم ما لهم ما عليكم ولكم ما عليه، أصبحوا إخوانكم ولهم حقوق كما لكم وعليهم واجبات كما عليه. إذن ما بدأ بأنه يطلب منهم إذا لم يقبلوا عليهم الجزية، لأن فترة دفع الجزية فرصة لهم يعيشون في ظل الإسلام، يرون تعاليمه فيدركونها عن قرب فيسلمون. فإن أبوا هذا ولا ذاك ومنعوا طريق الإسلام لينفذ إلى من وراءهم ونصبوكم استعن بالله وقاتلهم. إذن القتال هو الدرجة الثالثة أو الخطوة الثالثة، وليس في الإسلام القتال ابتداء لرغبة في سفك الدماء، حاشا وكلا. بينما أولئك الذين تكلمون عن الرق في الإسلام، من أراد فليرجع إلى ما كتب في ذلك، يسترقون الأشخاص لأبته الأسباب، وكانوا يمنعون السيد أن يحرر رقيقه، بينما الإسلام يحث ويأمر بذلك إلى غير هذا. فهؤلاء الذين أصحاب البر، ولكن البر من آمن بالله وآتى المال على وفي الرقاب، يبقى نوع من أو خصلة من خصال البر هي إيش؟ تحرير الرقاب. وعند مالك رحمه الله يتعين على عموم المسلمين أن يفادوا أساراهم عند العدو ولو استنزف ذلك جميع أموالهم. ومن هنا يقولون: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ومن ذكر معهم إلى الرقاب، أن ذلك من غير الزكاة، لأنه سيأتي في العبادات وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى آتى المال على حبه، أي على حب المال وحاجته إليه وتطلعه وأمله في الحياة، لا بعد أن كبر وأصبح في كما يقولون رجل في الدار ورجل في القبر، يقول اعطوا اعطوا اعطوا، بعد ايش؟ حنا اخدين غصب عنك، ولو ما قلت حنا اخدين. لكن حينما يكون في شبابه كما في الحديث، وانت صحيح ترجو الحياة وتتأمل، لا ان ينتظر حتى اذا بلغت قل اعطوا فلان كذا وفلان كذا، لا. واتى المال على حبه، وذكر تلك الاصناف وهي مصارف الاموال في المجتمع الاسلامي. بعدما انتهى من عنصر المال وهو في الرقاب وايش؟ واقام الصلاة وآتي. انتهى من عنصر البر او اوجه البر في المال، وكما تقدم بان هذه الاوجه من غير الزكاة، لانه جاءتي بعد ذلك للعبادات. ومن العجب يا اخوان اننا نجد هنا انواع البر بعد الاعتقاد إيمان بالله واليوم الآخر وملائكة وكتب ونبيين، يأتي بالمال والعبادات يخليها بعدين. أيهما أهم، المال ولا العبادة؟ العبادة حق لله مباشرة، والمال للفقراء والمساكين وكذا وكذا، لأن الحرص على المال شديد والنفس شحيحة وأحضرت الأنفس إيش؟ الشح. وبالمال يمكن أن يفعل كل خير، والمال كما يقولون فضيلة متعدية. شوف مالك تعدى لمين؟ لذوي القربة، صلاتك ما هي رايحة لذوي القربة. تعدى لمين؟ لليتيم، صلاتك للنهار ما هي مش مع يتيم ولا كسياء. وهكذا القربات المالية قربات متعدية للغير، والقربة المتعدية أولى وأفضل من القاصرة على صاحبها. فيأتي بعد المال بحقوق الإيش؟ البدن أو بالعبادات البدنية. وأقام الصلاة وإيه؟ أقام الصلاة. أعتقد أن الكلام على إقام الصلاة الكثير يعتبر تكرار، وقد يراه بعض الناس لا حاجة إليه، ولكن لا والله الحاجة إليه ماسة، لأن بإقام الصلاة يستعين على نفسه بفعل كل ما تقدم، ولن يقوى على الإنفاق من ماله إلا إذا استعان بالله ثم بالصلاة. والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر وإيه؟ والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن هنا والصلاة تنهى عن إيه؟ والمنكر.
إذن إقام الصلاة هو يكفي أنها عماد الدين، ويكفي أنها آخر ما تتركون من أمركم الصلاة. الصلاة يا إخوان هي التي تقوم من شخصية الإنسان، وهي التي توجد له شخصيته الضائعة. ولهذا تأكد أن كل إنسان مهما كانت منزلته، والله لو حمل عشرات الدبلومات أو حمل عشرات شهادات الماجستير والدكتوراه وكان لا يصلي فهو فاقد الشخصية، تجده ضائع. لكن شخص عامي عادي يحافظ على الصلاة تجده ذا شخصية وذا مكانة، ويعرف مكانته في الوجود لأنه مرتبط بالله. ويكفي أنه كل يوم أكثر من 15-20 مرة يستقبل القبلة ويقول الله أكبر في الفرائض وفي النوافل. إذن أقام الصلاة. هناك قال وآت المال، هنا ما قالش وأدى الصلاة، قال أقام. تقول فلان قامت السوق، السوق حينما تكون نشيطة وفيها حركة ولا السوق قائمة، لكن لما يكون ما تقول ولا السوق نائمة. فإقام الصلاة كناية عن العناية بها وإتيانها كاملة، كما تقول فلان أقام له بيتا خير من أن تقول بنى له بيتا. إذن أقام الصلاة أداها بكامل واجباتها ولم يقصر في حقها بشيء. وأهم مقومات الصلاة الحفاظ على الجماعة. يأتي بعد ذلك الترغيب فيها والخشوع والذكر إلى آخره. وأقام الصلاة وإيه؟ طب والأموال اللي فاتت وآت الزكاة، الزكاة ليس جزءا من المال؟ نعم، لأن هنا في أركان الإسلام وهناك في الإحسان العام في المجتمع. ويأتي الحديث في المال حق سوى الزكاة، وعلى نقاش في سنده لكن المعنى صحيح. وآت الزكاة ما قالش وأقام الزكاة، لأن الزكاة تؤتى زي ما قال وآت المال، فكذلك إتيان الزكاة. وكلنا يعلم أن الزكاة اسم جامع، وأن الأموال الزكوية تبدأ من الذهب والفضة النقدان وبهيمة الأنعام والحبوب والثمار وعروض التجارة، هذه الأموال الزكوية، وما عدا ذلك فليس زكوي. وإذا تأملنا أيضا اقتران الزكاة والصلاة بصفة دائمة، نجد العوامل المرتبطة بينهما أيضا في التأثير على نفسية الإنسان وسلوكه. وإذا تأملنا جميع أركان الإسلام نجد لكل ركن خاصيته في نفس الإنسان أو في مقومات حياته. حينما تأتي إلى الصلاة، وسمعنا الآية الآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا تطهير نفسي وهذا تقويم شخصي للإنسان. نأتي إلى الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى مهمة الزكاة إيه؟ الصلاة عامل مرافق للإنسان تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا هو في حاجة إليه بصفة دائمة، وهذا في سلوكه مع الناس وفي المجتمع. أما الزكاة فعنصرها المال، والناس بين غني وفقير، ففرض الله الزكاة حقا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، معلوم بنصابه، معلوم بفريضة الزكاة فيه. فهنا الغني إن بذل المال للفقير تكون العلاقة بين هذا الغني وهذا الفقير على أي حالة؟ على أي حال؟ ها؟ ولا شيء؟ طيبة. طيبة؟ بس كده طيبة؟ السلام عليكم. ألم يكن هناك تعاطف وترابط ومؤاخاة بين هذا الفقير وذاك الغني؟ لك جار فقير، والفقير له جار آخر غني، فقير بين اثنين أغنياء،
أحدهما ما طبخ طبيخا إلا قال اعطوا جارنا، ما ذبح ذبيحة إلا قال اطعموا جارنا، لم يأتيه فاكهة إلا قال اعطوا جارنا، ما جنى ثمرة اعطوا جارنا، ما كسى عياله إلا قال اكسوا جارنا، ما جاء الشتاء واشترى بطاطين قال غطوا جيراننا. والثاني لكأنه يعرف له جارا حتى لو مرض لا يعوده. أي الجارين أحب إلى الفقير؟ الأول. فرق بعيد. فتكون نفس الفقير طيبة راضية زكية بالنسبة لهذا الغني، ونفس الغني التي عطفت على هذا الفقير شحيحة ولا كريمة؟ كريمة. فالزكاة تعمل من الجانبين الآخذ والمعطي، تطهر وتزكي. هذا الفقير مع الجار الذي لم يعطف عليه بشيء كم يحقد قلبه عليه؟ حينما يرى النار مشتعلة في بيته هل يبلغ الإطفاء؟ والله إذا ما خاف على بيته ما هو مبلغ. ولكن حينما يرى حصاة جاءت على زجاج شرفة جاره الآخر ورأى العيل في الشارع ورمى حصاته وكسرت الزجاج، ماذا يفعل؟ روح جيبه وصفعه. كيف تكسر حق الجار؟ فإيش السبب؟ التعاطي، الزكاة تطهر قلب الفقير من الحقد والحسد وتجعله متعاطفا متآخيا متراحما مع الغني، ولم يصبح المال عنصر تفرقة بينهما. يقول هذا رزقه الله أعطاه الله يزيده، وأنا راضي وقانع الحمد لله، ما ينسانا. يوم ما يشوف الثمرة في بلاده يقول يا رب زد وتبارك. وتزكيهم، هذا الغني شحيح النفس يزكيه ويزيد ماله. فالصدق الزكاة تطهر النفس من درن الحقد عند الفقير والشح عند الغني وتزكي المال. يبقى عملت معمولها ولا لا؟ معمول كبير. ناتي للصيام لعلكم تتقون، ناتي للحج يشهد منافع لهم. اذا كل ركن من اركان الاسلام له فعاليته. تمام، زي ما بيقولوا هذه الايام فيتامين ألف، فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين كذا، وكل فيتامين له عضو ايش يغذيه او ينمي. الصلاة، العبادات، تغذية روحية، وكل نوع من العبادات له أثره الفعال في سلوك الإنسان. فهناك من البر آمن بالغيبيات، مغيبات، أركان الإيمان خمسة جاءت، والسادس الذي لم يذكر هنا موجود ضمنا، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. لأن من آمن بالله وبالكتاب الذي نزل، والكتاب يقول قل كل من عندي قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فسيؤمن بالقدر عن طريق الكتاب والوحي الذي جاء. يبقى الأول أركان إيمان، والثاني ما يتعلق بالمال، والقسم الثالث أركان الإسلام الأعمال الظاهرة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ومن العناية بالصلاة في المجتمع نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف أولياء الأمور بأبنائهم قبل أن تفرض عليهم الصلاة. طب لسه ما فرضت؟ قال لا، مروهم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشرة. هذه مسؤولية الوالدين، يسأل عن أولاده، يمرن عليه، يمرن أولاده على الصلاة من عمر سبعة ثلاث سنوات، وهو ايش يأمره ويرغبه ويدلعه ويسوي له اللي يبغى. حتى اذا بلغ العاشرة ما نفع فيه تدليل وتألع، مثل ما بيقولوا تلعيب ثلاث سنوات ما والله ان كان عنصر طيب حينفع فيه حلاوة وريال وقرش وهدية. فاذا ثلاث سنوات ما نفعت والله العصا تنفع، والعصا تقعد كم؟ خمسة سنوات. فإذا أخذ بهذا المنهج وبلغ سن التكليف الخامسة عشرة، هل يحتاج إلى عصاية ولا إلى ريال؟ لا، تطبع وتعود. وهذا من العناية بإيش؟ بالصلاة. تأتي الزكاة كذلك، وهي في الأموال كما أشرنا من بهيمة الأنعام والزروع والثمار، ومن النقدين، ومن عروض التجارة، وما يلحق ذلك من المعادن والخمل والركاز إلى غير ذلك. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا،
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والموفون بعهدهم إذا المستقبل عهدوا. العهد هو الميثاق والوعد، ولكن العهد وعد مؤكد، عهدة في ذمتك، وأول عهد في ذمة المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكيف كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله عهد على الإنسان؟ نعم، لو حققنا تنفيذ هذا العهد في هذا المبدأ انبنى عليه كل ما بعده. حينما يأتي مسلم، خليه مسلم جديد، ويقول يا مسلمين أنا جئتكم وأنا أسلمت وأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنى قوله لا إله إلا الله كان بوذي، كان وثني، كان إلى آخره، لم يكن يعترف بإله. فإذا هو يقر معترفا بالإله الواحد الأحد لا إله غيره، مجرد هذا العهد الذي أعطاه على نفسه في مدلول لا إله إلا الله، هل يحق له أن يتخذ إلها ثانيا؟ لو اتخذ إلها ثانيا يكون موفي بعهده الأول ولا نقض هذا العهد؟ نقض، لأنه التزم وأعلن وتعهد بين يدي الله بأنه مقر بأنه لا إله إلا الله. إذن عليه أن يمتثل أوامر هذا الإله الذي اعترف به واحدا أحدا، يبقى عليه أن ينفذ كل أوامر الله. فإذا أخل بأمر من أوامر الله يبقى موفي بالعهد ولا نقض العهد؟ حينما يقول محمد رسول الله، طيب مقتضى محمد رسول الله، بس مجرد إخبار بأن محمد رسول الله وعيسى رسول الله وموسى رسول الله، لكن مقتضى محمد رسول الله يعني أرسله الله إلينا، وبما أرسله لنا برسالة. ما مهمة تلك الرسالة؟ مهمة تلك الرسالة أن نعمل بمقتضاها. فهل يحق لمن قال محمد رسول الله واعتقد بأنه خاتم النبيين يروح يجيب للتوراة ولا يجيب الإنجيل ولا يجيب الزبور ولا يجيب أي كتاب آخر ويقول أنا أعمل بهذا لأنه رسالة موسى أو عيسى؟ له حق في هذا؟ ما له حق. لو أنه رد أمرا لمحمد صلى الله عليه وسلم أو ارتكب نهيا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون موفي بعهده قوله محمد رسول الله؟ ما يكون شيء موفي. وكنا دائما نقول إرسال الرسول من الله إلى الخلق برسالة هي الكتاب. يمكن أن نأتي بمثال تقريبي. حينما تستقل دولة وتعلن استقلالها ويعترف بها العالم، فتأتي تلك الدولة الجديدة وترسل سفيرا منها إلى دولة أخرى ممن اعترفت بها، وتقوم الدولة الأخرى التي اعترفت بالدولة الجديدة وترسل سفيرا من عندها إلى الدولة الجديدة. حينما يأتي السفير ويقدم أوراق اعتماده، ولذا تقدم في حفل رسمي لأن الجميع يعلم ويشهد على سفارة هذا الإنسان لتلك الدولة عند هذه الدولة الثانية. حينما تقبل أوراق اعتماده سفيرا، وبكرة يقول إن دولتي تطلب منكم أو أطلب منكم باسم حكومتي كذا وكذا، حينما تقبلون مطالبة أو ترفضونها تقبلونها لشخصه ولا لحكومته؟ لحكومته. فإذا رفضتموها ساءت العلاقة بينكم وبين مين؟ بين حكومته التي أرسلته سفيرا لها، فهو يتكلم باسم
من أرسله، رئيس جمهورية ولا ملك؟ إذن قولك محمد رسول الله إيمان واعتقاد بأن الله سبحانه أرسل محمد وأرسل معه أوراق اعتماد المعجزات والكرامات والكتاب وكل ما يثبت أنه رسول من عند الله، وأنت اقتنعت به، يبقى انتهينا. فكل عهد نقضته مع رسول الله فأنت ليس موفي بالعهد. تأتي بعد ذلك العهود الأخرى التي بين الناس وبعضهم البعض. وقد جعل الله حقا للمسلمين ولرسول الله أن يعقدوا عهودا مع المشركين وأن يعطوهم مهلة وأن يسيحوا في الأرض 4 أشهر وأن إلى آخره. ولذا الوفاء بالعهد هو شرف الأمة ومكانتها في الحفاظ على كلمتها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا وأمر أميرا وأوصاه بتقوى الله وبكل أنواع الخير، أخيرا يقول له: فإنهم طلبوا منك أن تنزلهم على عهد الله ورسوله فلا تنزلهم على عهد الله، وأنزلهم على عهدك أنت وذمتك أنت، فلأن تغفر بذمتك أهون على الله من أن تغفر بذمة الله وذمة رسوله. إذن العهد أمر عظيم. ولذا في نهاية هذا السياق من خصال البر: والموفون بعهدهم، أي مع الآخرين إذا عاهدوا. عقدت عهدا التزم وحافظ عليه. نعم، لاحظ هذا. والصابرين، لما جات الصابرين بعد الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب؟ ليش ما جاءت بعد إيتاء المال؟ ليش ما جاءت بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ جاءت بعد الوفاء بالعهد، لأن الوفاء بالعهد يحتاج إلى صبر وعزيمة وقوة، وهذا نوع جديد. هناك ناحية يقولون ناحية لغوية: والموفون بعهدهم، كان مقتضى سيبويه وجماعته والصابرون عطفا على ما تقدم مرفوع بالواو، ولكن الآية في المصحف يقول والإيش؟ والصابرين، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب وجر بالإيش؟ بالياء، فهنا ليس مرفوع. يقولون تنبيها على ذلك: فيه انقطاع، قطع عن الرفع إلى النصب للمدح عشان يلفت النظر. والقطع إما يكون لمدح أو لذم، وهنا للمدح. ولكأن نوعية الصبر مع الصابرين تتميز عن كل ما تقدم، لأن بالصبر يستطيع أن يؤتي المال ويستطيع أن يوفي العهد. وصبرين فيش؟ ما قالش على الجوع، بقول جاي الجوع أيضا. والصابرين في الايه؟ البأساء، يعني الشدة، الضنك والشدائد اللي تنزل بالإنسان. والصابرين في البأساء وايش؟ الضراء، رغم أن مسني الضر وأنت أرحم ليش؟ الضر هو المرض. فالشخص إذا أصابته شدة مضايقة في حياته، مضايقة في معيشته، مغايضة في عمله، هذه بأساء. أو شدة في الحياة من جدب أو وقوف تجارة أو شيء من هذا، أو أصابه مرض، أي في السراء والضراء وإيه؟ وحين البأس. وحين البأس، حين البأس، كأن البأس ما هو مستمر زي السراء وزي البأساء والإيه والضراء، لا، لحظات. لأن حين البأس هي حين الشدة وهو القتال، عند تلاقي الجيوش وعند تقارع السيوف، هذه البأساء، أي شدة البأس. إذن وهذه أنواع الشدائد كلها، إما شدة في المعيشة خارج عن الإنسان، وإما شدة على بدن الإنسان في نفسه بمرض، وإما شدة مع خصم يقاتل وتقاتله، فهذه أنواع الشدائد وهي أشدها. فأولئك أصحاب البر هم الذين يتدرعون بالصبر في تلك الحالات، وهم كما يقال
الرجال الأبطال فعلا. وحين البأس أولئك الذين صدقوا. أولئك اسم إشارة للبعيد جدا. من هم؟ يرجع من آمن. وكل خصلة من تلك الخصال إلى الصابرين في البأساء والضراء. وحين البأس أولئك الأشخاص، أولئك الأبرار، أولئك الذين يقومون بتلك الخصال، أولئك الذين صدقوا. صدقوا في أي شيء؟ في لا إله إلا الله محمد رسول الله. صدقوا في قولهم آمنا بالله، صدقوا في قولهم آمنا باليوم الآخر، صدقوا في إيمانهم بالله لامتثالهم أوامره، صدقوا في إيمانهم باليوم الآخر لأنهم عملوا له بما ينجيهم، صدقوا بالإيمان بالملائكة لأنهم آمنوا بما جاءوا به وبالكتاب، آمنوا وعملوا بما جاء بالوحي، والنبيين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، صدقوا في إيتاء المال على حبه وهم في حاجته. كل تلك الأفعال فعلوها بصدق ويقين، وأولئك هم المتقون. هذا مجمل لهذه الآية الكريمة في هذه النقاط الأساسية. عودة خفيفة للآية الكريمة عند أولئك الذين صدقوا، ما من حقها أننا نمر عليها سراعا. وعودة مرة أخرى على مجمل الآية الكريمة مع مجمل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكرنا يا شيخ علي لا أنسى. أما الوقفة التي نعود إليها أولئك الذين صدقوا، نعلم جميعا ما وصف الله به سلف الأمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم فمنهم من قضى نحبه على صدقه، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا أبدا، ما غيروا شيء، هم على عهدهم صادقين مع الله. فمنهم من قضى نحبه على هذا الصدق، ومنهم من هو على طريقه ينتظر ما يفعل الله به. فهذا في جانب الصدق. ومن جانب آخر جزئية بسيطة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصدقة برهان، بمعنى برهان، بمعنى دليل على صدقه. ودائما نشير بأن الصدقة دفع المال، ودفع المال معاوضة، والمعاوضة لابد فيها من عوض مقابل العوض. فإذا دفعت درهما وأخذت قرطاسا أبيض كنت معاوضا، لم تلق الدرهم في الهواء. لو دفعت مليون وأخذت بيتا تسكن كنت معاوضا، لم تضيع المليون في الهواء. وكذلك الصدقة، فكل من صفق صفقة بيع ومعاوضة يدفع الثمن ويأخذ العوض. المتصدق يدفع المال، فين العوض؟ العوض فين؟ عند الله. إذن كلمة عند الله إيش اللي جابها وإيش اللي يربطه وديه عند الله؟ إيمانه بالله، وأن الله هو الذي سيعوضه عن الصدقة. ما هو المسكين اللي راح يخفيها عنه؟ المسلم يتصدق ويخفي صدقته عن المسكين حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إذا ما بدور عند الإنسان اللي أعطاه شيء أبدا، ده هو يحاول أن لا يعرف من هو. يبقى عايز العوض من مين؟ من الله. ما الذي حسن خلق بعد هذا مع الله ومع الناس وفي المال؟ المال في يده لغيره، وفي عباداته مع الله، وفي صبره في الشدة والرخاء. هذا كامل حسن الخلق. إذن الحديث النبوي الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مع الحديث: البر حسن الخلق. شيل كلمة حسن الخلق وجيبها كلمة من آمن بالله واليوم الآخر. إذن كل هذه المذكورات تعادل حسن الخلق. وأكثم ابن صيفي في الطائف لما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بعث ولدا له
اذهب واتني بخبر هذا الرجل. فراح وجاء قال يا أبتي والله لا أعلم ماذا يقول، ولكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بالصدق وينهى عن الكذب ويأمر بصلة الأرحام ويأمر بكذا وينهى عن كذا وعن كذا. قال يا بني والله إن لم يكن دينا فهو مكارم الأخلاق. ولعل في هذا القدر على هذه الآية الكريمة ما فيه كفاية. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.